صل على محمد محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا، ذا ذات وصفات سنية، مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة، واسع العينين أكحلهما، أهدب الأشفار قد منح الزجد حاجبا، مفلج الأسنان واسع الفم حسنا، واسع الجبين ذا جبهة هلالية، سهل الخدين رافي أنفه بعض حديد بن حسن الأرنين يقنا، بعيد ما بين المنكبين سبط الكفين ضخم الكراديس، قليل لحم العقب كث اللحية، عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية، وبين كتفي خاتم النبوة قد عمه النور وعلا، وعرقه كاللؤلؤ وعرفه أطيب من النفحات المسكية، ويتكفوا في مشيته كأنما ينحط من صبب ارتقى، وكان يصافح المصافح بيده الشريفة فيجد من عسى اليوم رائحة عبهرية، ويضعها على رأس الصبي فيعرف مسه له من بين الشبية وإدراك، يتلألأ وجوه الشريفة تلألؤ القمر في الليلة البدرية، يقول نعيته لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يراه، عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه.